تعالوا نتابع حالة الطقس الغريب المريب اللي بنعيشه اليومين دول. امبارح يعني كان تراب في الجو ورياح محملة بالرمال والأتربة، يعني كان صعب جدا طبعا كنت تتنفس تراب كده. أصحاب أمراض الجيوب الأنفية والأمراض التنفسية يعني طبعا كانوا بيمروا بيوم صعب امبارح. تعالوا أقول لكم النهاردة الطقس أخباره إيه، هل هيستمر في هذه الرياح المحملة بالرمال والأتربة ولا هيكون ألطف شوية من امبارح؟ هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع إنه النهارده هيكون طقس معتدل في الصباح الباكر، حر نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهيكون دافي على جنوب أو على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، وهيكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء. فيما يخص الرياح بقى والرمال، هيئة الأرصاد بتتوقع إنه للأسف النهارده هيكون في نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وهتكون برضو مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء. لكن الخبر الحلو بقى، نبص لنص الكوباية المليان، إنه هيكون في فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية. فتعالوا نتابع تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى على كل المحافظات مع أسماء. اتفضلي يا أسماء. الحقيقة يا آية يعني طمنتينا، النهاردة كمان لسه في استمرار للرياح المحملة بالأتربة. الله يكون في عوننا، بالتأكيد الأصحاب الجيوب الأنفية اللي عندهم حساسية تنفسية، الأصحاب بقى أي أمراض تنفسية الله يكون في عونهم اليومين دول، بنأكد عليهم مرة تانية. شايفين الصورة، يمكن الصورة بتتكلم إن هو امبارح كان يعني الأجواء رهيبة، يا رب النهاردة تبقى الأجواء أحسن. شايفين الصورة، كان بصوا مفيش مدى للرؤية أصلا، فإن شاء الله النهاردة يا رب تبقى الأجواء أحسن. هنحاول نعرف النهاردة ده هيستمر ولا لا، بس خلينا سريعا نشوف درجات الحرارة العظمى والصغرى على كل محافظات الجمهورية. نبتدي من القاهرة، والقاهرة دايما بنبتدي بيها هي والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر، ودرجات الحرارة متوسطة ولطيفة. هي المشكلة مش في درجات الحرارة لكن في الأتربة، بنتكلم في 34 عظمى، الصغرى 21. الإسكندرية والعلمين الجديدة برضو درجات حرارة متوسطة 25-20. بنذهب للسلوم سريعا 25-18. بعد كده محافظات القناة بقى، بورسعيد والمنصورة الإسماعيلية 30-20، وبعد بعد الإسماعيلية 34-21. شرم الشيخ 34-24، برضو درجات حرارة كويسة، ما نقدرش نقول إن هي درجات حرارة عالية، يعني متوسطات لطيفة لغاية دلوقتي، خصوصا شرم الشيخ صباحا في الوقت ده بتبقى المتوسطات بتاعتها أعلى، لكن أعتقد درجة حرارة لطيفة جدا. العريش 31-20، طابة 24-17، سانت كاترين 22-9. سانت كاترين هي دائما الأبرد بالتأكيد، وهي اللي بتسجل أقل درجات حرارة علشان هي الأعلى، فالصغرى بتسجل 9 درجات. نروح بقى سريعا نشوف درجات الحرارة في مدن ومحافظات الصعيد. بنبدأ من بني سويف 34-21، أسيوط 35-22، برضو متوسطات لطيفة جدا. الأقصر وأسوان دائما هما اللي بيكونوا الأعلى في درجات الحرارة. الأقصر النهاردة بتسجل 39 درجة العظمى، الصغرى 26، أسوان هي الأعلى 40 درجة ده العظمى، الصغرى 28، وأخيرا الوادي الجديد 36-25.